لم تعد سنجار ذات الغالبية الأيزيدية كما كانت منذ نحو عقد من الزمان، فهذه المنازل اخترقت جدرانها نيران داعش وحفرت على ركامها ويلات حرب أسهقت الآلاف من الأرواح. أما الناجون منها فعليهم العودة إلى أنقاض منازلهم المدمرة. أكثر من 180 ألفاً من أهالي سنجار ما زالوا نازحين وفق تقرير منظمة الهجرة الدولية بعد طرد تنظيم داعش من محافظة نينوى عام 2017، حيث تفتقر المنطقة للبنية التحتية اللازمة كالطرق والمدارس والمباني الحكومية. من أصل 80 عائلة لم تعد إلا 10 فقط، لا توجد منازل ليسكنوا فيها، لماذا سيعودون؟ لا يريدون مغادرة خيام النازحين ليقطنوا خيما فوق أنقاض منازلهم. لو أن الحكومة أو المنظمات تتولى إعادة الإعمار لعاد جميع السكان. السلطات العراقية كانت قد حددت مؤخرا مهلة تنتهي في 30 يوليو المقبل لإغلاق مخيمات النزوح، ووعدت بمساعدات مالية وحوافز للعائدين إلى قراهم، كما تعهدت مرارا بتكثيف جهود إعادة الإعمار ودفع تعويضات للمتضررين. تقدمت قبل 3 سنوات بطلب للحصول على تعويض عن منزل العائلة المدمر بدعم من المجلس النرويجي للاجئين الذي يقدم خدمات قانونية لأهل المنطقة، لكن دون جدوى. نحن مدمرون، لم نحصل على شيء إطلاقا. وتقع سنجار في صلب نزاع بين حكومة بغداد وسلطات إقليم كردستان، حيث فشل الطرفان حتى الآن في تنفيذ اتفاق توصل إليه في عام 2020 لإعمار المنطقة، فضلا عن انتشار مقاتلي الحشد والفصائل المتحالفة مع حزب العمال الكردستاني في المنطقة، واندلاع اشتباكات قبل نحو عامين دفعت بالآلاف إلى النزوح مجددا. مي المهندس، الحدث.